بمناسبة حضوره الاحتفال السابع لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات في التعليم استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب راعي الحفل استقبل رئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة والفائزين بها في الدورات السابقة ومن منطلق الأهمية التي تحظى بها الجائزة والمشاريع التي فازت بها نظمت اليونسكو ندوة نقاشية حول الجائزة على فترتين صباحية ومسائية. جائزة صنفت من أفضل الجوائز العالمية فهي الوحيدة في اختصاص صار ينال اهتمام العالم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات الاتصال في التعليم ها هي اليوم تتوج فائزيها في حفلها السابع مشاريع ومبادرات لقيت إشادة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رعي الحفل لدى اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة والفائزين في دوراتها السابقه وذلك بحضور معالي السيده ايرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو الى جانب سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم لقد تشرفت بتحمل مسؤولية إدارة الجائزة في دورتها الجديدة وأستطيع التأكد بأن هذه الجائزة هي من أفضل الجوائز العالمية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم لأنها الوحيدة المختصة في هذا المجال وقد قامت اليونسكو بالتجديد لها في دورتها الثانية لانسجامها مع الاستراتيجية الجديدة للمنظمة 2030 والتي تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا مركزيا في تحقيق أهداف التعليم للجائزة ومن الواضح ايضا تلقى اهتماما عالميا واسعا اذ استلمنا اكثر من 200 عمل ومبادره شكلت اضافه نوعيه عالميا وبهذه المناسبه اتقدم الى جلاله ملك مملكه البحرين بجزيل الشكر والتقدير على هذه المبادره الهامه حضرت هذه الورشه وجدت ان هنا هناك اشاده من الحضور وشكر وتقدير لجلاله الملك حفظه الله ورعاه على هذه الجائزه ذات المدلول العالمي المعرفي، وكذلك تقديرهم للابحاث التي نالت هذه الجائزه، وتم ايضا مناقشه كيفيه الاستفاده منها على الصعيد العالمي باعتبار ان هذه الابحاث ابحاث متميزه ومتنوعه. هذه المناسبه سعيده لنا كخليجيين وللمجموعه العربيه في اليونسكو. لانها تعكس اهتمام الدول العربيه بالتعليم اولا وبتكنولوجيا التعليم ثانيا وادخال يعني التكنولوجيا في التعليم. طبعا لا يخفى على احد جهود مملكه البحرين وجهود صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه في هذا المجال وانطلاقا من اهميتها نظمت اليونسكو ندوه نقاشيه حول الجائزه. بحضور المشاركين جميعهم، إلى جانب عدد من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين، تم التطرق من خلالها إلى أهمية الجائزة في خدمة أهداف اليونسكو في نشر التعليم عبر التكنولوجيا، ودورها في تشجيع المبادرات الدولية وفي تبادل الخبرات. لقد تشرفت حقيقه برئاسه لجنه التحكيم التي اتاحت لي ولزملاء المحكمين الاطلاع على التجارب والمبادرات المبدعه في مجال اختصاص الجائزه والتي قدمها اشخاص مبدعون من مناطق مختلفه من العالم وهي اعمال على درجه عاليه من الاهميه وأشعر اليوم بسعادة قامرة بحضور وزملاء هذا الاحتفال المميز أن الفائزان يأتيان من أفقين علميين مختلفين الأول من أمريكا اللاتينية والثاني من آسيا لتتكامل الجهود في خدمة التعليم من خلال بوابة التقنية والذي يسعدني خصوصا ليس ما تتميز به الأعمال من إبداع فقط بل ما تتيحه للإنسانية من عظيم الفائدة من خبرات الإنسان في كل مكان إن حصولنا على هذه الجائزة مهم جدا بالنسبة إلينا في وزارة التربية بكوستاريكا، لأنها تقدم لنا دعما وتشجيعا إضافيين. إنه لشرف كبير لي ولبلدي الحصول على هذه الجائزة العالمية من خلال مشروعنا الذي نجح في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تعليم الكبار في بلادنا وفي أمريكا اللاتينية. وبهذه المناسبة أسعد جدا بتوجيه الشكر والتقدير لكل من اليونسكو ومملكة البحرين على إطلاق هذه الجائزة التي جمعت بين طرفي العالم بما أتاح تبادل الخبرات والتجارب المتقدمة في خدمة الإنسانية إننا هنا اليوم بفضل هذه الجائزة العالمية التي أتاحت لي ولزملاء الخبراء في العالم لعرض تجاربهم ومبادراتهم لخدمة التعليم على صعيد العالم هذا يشعرني بسعادة غامرة خاصة وأن مشروعنا يقدم خبرات علمية وتربوية للطلبة والمعلمين في العالم عبر الفضاء الإلكتروني في الفيزياء والرياضيات من خلال دروس يمكن تطبيقها وإثراؤها وتقييمها مقدما كل الشكر والتقدير لجلالة ملك مملكة البحرين الذي جعل هذا اللقاء العالمي ممكنا. مبادره كريمه تشجع على خدمه الانسانيه في كل مكان اتاحت الفرصه للتعريف بجهود مختلف المجالات التعليميه واستطاعت عبر نسخها السبع ان تحقق الاستفاده المتبادله من الابتكارات والابداعات التي تسهم في دفع عجله التنميه عموما والارتقاء بالتعليم على وجه الخصوص